النقطة الطافية كيف الحالة؟ أنا منفتحين، إيش المشكلة؟ اتصل علي واحد خلنا نقول إيجابية، السلام عليكم أهلا مرحبا، قلت لي أخبار أنت مش عندك مزارة إسكان، أصل على طبعا إسكان مش المشروع اللي بقول لك احنا عندنا عروض ما قدمت لك عروض تتوقع من زياده مقدم لك استفسار هناك طرف استفسوا عليك 20000 وانت تقدر تدفع عليك في لحظه لا هنا لازم نسوي دائما لغتك لغه نيتو يعني ايش؟ قال لي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله قال لي استاذ معلم وزاره انت وزاره اسكان ولا شركه متعامله مع وزاره اسكان؟ قلت لا انا شركه وتعامل مع وزاره اسكان. طيب مين اللي اعطاك رقمي؟ رقمي عشان اكون قوي. يقول ميليتون هي اللي بتضيعها. يعني قلت انصحه ايش سوي؟ عشان يدافع عن نفسه. عشان يدافع عن نفسه كيف دافع؟ يدوب يدفع عنك. لا لا بعد المكتب عندي في اغلب الاحيان انا كيف ارمي السماعه اللي جنبه وخلاص لانه فتح المجال خلاص ارجو ان تلاحظوا ان الجدول الموجود في الاسفل هو دفاع خلنا نكمل مو انت اللي حطيت ميتا وميلتون هي تمشي علي علينا وعلى المنفتح تقصد طيب نصايح هذا مفروض اذا كنت من هذا النمط اخفاء ما يثير عنه ما يثير والله انا اشوف انه لا يؤثر عليك بعد ال